انه عصر محاكم التفتيش، المحاكم التي تفتش عن الآراء، انه العصر الذي توظف فيه الدولة كل اجهزتها الأمنية والقضائية والعسكرية والإدارية والرقابية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي، ياسين إجلاسي، إنه عصر محاكم التفتيش، إنه العصر الذي توظف فيه الدولة كل أجهزتها للتنكيل بمواطنيها، وإضافة محامين جدد على قائمة المضمون فيهم في قضية ما يسمى وما يعرف بالتآمر على أمن الدولة. على رأس القائمة أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني، وتتبع الأستاذين عبد الرؤوف العيادي ولميا الفرحاني أخت الشهيد، تتبعهم على خلفية المرسوم 54. في المقابل قيس سعيد يصرح البارحة من يريد يعبث بالدولة التونسية والتشكيك في الحريات في الداخل والخارج فهو إما عميل أو شخص مصاب بغيبوبة فكرية عميقة، كما أن حرية التعبير التي يتحدثون عنها يتمتعون بها بالرغم من أنهم يعيشون في غيبوبة فكرية. أي مصداقية لخطاب السلطة في حديث عن حرية التعبير ومجمل الصف الأول من المعارضة إما مسجون أو مطارد أو ملاحق؟ وأي مصداقية لخطاب التضامن والدفاع عن حرية العمل الصحفي الذي ترفعه نقابة الصحفيين في ظل انتقائيتها الفجة في الدفاع عن منظورها؟ نناقش محاور حلقتنا المباشرة مع ضيفي سيد زميل الصحفي زياد الهاني وعضو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، وأستاذ أنور الغربي مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان. زميل زياد، مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء الورد، أهلا وسهلا، وأنا سعيد دائما بالتواجد معكم زملائي الأعزاء وزميلاتي في قناة الزيتونة المناظرة. شرفتنا سي زياد زميلنا المحترم. أستاذ أنور الغربي، كما قلت ممثلا عن مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، أهلا سي أنور. أهلا وسهلا، تحياتي لك أستاذ حسين ولضيفك العزيز ولمشاهدي الزيتونة في كل مكان. في اليوم العالمي لحرية الصحافة ماذا نقول سي زياد؟ خلينا نبدأ على الأقل من تصريح سعيد البارحة، يؤكد يقول راهو ما يريد يعبث الدولة التونسية وتشكيك في الحريات في الداخل والخارج إما عميل أو شخص مصاب بغيبوبة فكرية وعميقة. في الأثناء تونس تتدحرج 21 درجة في الترتيب الدولي لحرية مؤشر حرية الصحافة. سي زياد هل تسمعني؟ سي زياد انقطع البث، خلينا نعطي الكلمة مباشرة لسي أنور ونحاول إعادة اتصال بسي زياد. سي زياد هل تسمعني؟ سي زياد أنت تسمع فيا؟ سمعت السؤال أم أعيد السؤال؟ والله لا، تتفضل بإعادته لأنه انقطع الاتصال. طيب، قلت في الوقت اللي أكد سعيد أنه راه أن التشكيك في الحريات في الداخل والخارج إما عميل أو شخص مصاب بغيبوبة فكرية وعميقة، تونس تتدحرج 21 درجة في الترتيب الدولي لحرية الصحافة. تعليقك. شوف، أنا نقول للأسف أنه الخطاب بتاع الرئيس قيس سعيد يقوم على زوز أسس أساسية. الأساس الأول هو الإنكار. الإنكار تمثيل الواقع وتغيير الواقع مقابل تمثلات موجودة في ذهنه هو ويحب إسقاطها بالقوة على الواقع في هذا. والأساس الثاني هو مسألة التخوين، واعتبار أن كل من يختلف معاه في الرأي هو خائن وهو عدو الوطن هذايا وهو عميل وهو يسعى أو متواطئ في مؤامرة لإسقاط الدولة التونسية. نعم. وهك تشوف اليوم السياسات اللي قاعد يخوض بها في قيس سعيد، المآزق اللي قاعدة تأدي فيها في امتين البلاد. الناس كل اللي تتذكر التصريحات العنصرية متاعه ضد المهاجرين من الأفارقة جنوب الصحراء والتلويث لشرف وسمعة تونس اللي أدت له في العالم. شفتوا التصريحات المختلفة متاعه حول حقن البوري في ليبيا، زاد شنية المشاكل اللي أحدثها. وللأسف أنه هو
عنده سرديه فهمتي في ذهنه فهمتي متمسك بها ورافض انه يخرج من القوقعه فهمتي نتاعها، لكن نحن هذا لا يضيرنا في شيء لسبب سيف ياسر، لان عندنا مبادئ نؤمن بها وقيم متمسكين بها اللي هي المبادئ تاع الحريه، المبادئ تاع الاستقلاليه تاع الاعلام. نحب نذكر ان دفعنا بكل شراسه وبكل قوه على هذه الاستقلاليه قبل 2011 وبعد 2011، وصدينا لكل انظمه متعاقبه اللي تحاولت اني باش تصادر هل الحريه في هذه. وبالنسبه فهمتي لينا قيس سعيد ليس فاصلا عابر ككل الفواصل التي سبقت، لان كنا ثقه ان الحريه هي التي ستنتصر في الاخيره، ليس فقط لانها ارادتنا ولانما لانها هي المكسب الوحيد اللي تحقق للتوانسه بعد 2011 واللي بقى لهم اليوم وهو معرض فهمتي للتهديد، لكن بفضل العزيمه نتاع الناس اللي امنت بالحريه فهمتي هذه ودافعت عليها وتمسكت عليها، فان العزيمه هذه هي اللي في النهايه باش تنتصر على الكل معناها المساعي نتاع تركيز سلطه الاستبداد الجديده بسياسه الشعبويه اللي قاعد ينتهج فيها قيس سعيد. نعم، هذا ربما ما اشار له ياسين جاسي نقيب الصحفيين. سيد انور سعيد، انا متحدث عن حريه الصحافه او حريه التعبير دائما يقرنها بالعبث بالدولة التونسية. لا يمكن الفصل هو بين حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، لكن عندما نجد اليوم الصف الأول من المعارضة تقريبا مجمل الصف الأول في السجون، أي مصداقية خطاب السلطة عندما تتحدث عن أنه حرية الصحافة حرية التعبير مضمونة في تونس؟ الإشكال أستاذ حسين أنه الحديث الذي يتحدث به السيد قيس سعيد اليوم هو لأنصاره وليس لعموم الشعب التونسي ولا للآخرين، هو الآخرين مع الأسف يعتبرهم كما يقول هو يعني عابثين ومخمورين وشياطين وغيرها، وبالتالي يتحدث لنوعية معينة من الناس، وبالتالي سؤالك هو سؤال للآخرين لنا نحن لغير أتباع قيس سعيد، ولكن حتى نفهم منطق قيس سعيد لابد أن نضع أنفسنا مكان أنصاره أتباعه، أي تقريبا 8% من الشعب التونسي الذين صوتوا في الانتخابات الأخيرة أو الذين ذهبوا للاستشارة الإلكترونية أقل من 5%، هذم الذين ممكن أن يفهموا هذا الخطاب. مع الأسف الشديد تونس اليوم تدحرجت على كل المستويات. نذكر فقط بأن المؤشرات هذه التي ذكرتها حضرتك في المقدمة، تونس خسرت 50 نقطة، ليس فقط 20 نقطة، تونس كانت في المرتبة يعني 70 أو 74 سنة 20، ثم خسرت في 21 و22 والآن وصلت إلى 121، وبالتالي 50 نقطة كاملة يعني في ظرف يعني سنتين أو سنتين ونصف، وهذا غير مسبوق بكل المقاييس. يعني نحن اليوم وراء جزر القمور، لو نأخذ فقط البلدان العربية، وراء موريتانيا، وراء لبنان في هذا التصنيف. نذكر فقط أن هذا التصريف الذي تعتمده المراسلون بلا حدود هو يعتمد على مؤشرات معروفة للجميع لفهم مستوى حرية الصحافة في أي دولة أو حتى الإقليم، ليس فقط دولة، يعني مثلا في فلسطين وفي أقاليم مختلفة يتم اعتماده كذلك لحوالي، فالمسح يشمل حوالي 180 دولة وإقليم في العالم. نحن نتحدث عن السياق السياسي، نحن نرى اليوم السياق السياسي، الوضع، الحالة السياسية في تونس. نتحدث عن الإطار القانوني، الإطار القانوني ربما الضيف العزيز من تونس يعني مؤهل أكثر منا جميعا للحديث عن هذا الإطار في الوقت الحالي. نتحدث عن السياق الاقتصادي، تونس اليوم لا يمكن أن نقول بأن وضعها الاقتصادي جيد على كل المستويات. نتحدث عن السياق الاجتماعي والثقافي وما نراه اليوم تقريبا واضح للجميع، ثم المؤشر سنعود على هذا أستاذ أنور معكم، سيكون معنا أكثر مجال معكم في النصف الثاني لأنه أستاذ زياد سيكون مضطر مغادرتنا قبل أقل من 20 دقيقة، وحتى نعطي الكلمة فرصة ثانية لسي زياد قبل رفع الأذان.
في الأذان تقريبا يكون بعد 4 دقائق أو أكثر. طيب سي زياد، شعار يعني أغلب الصحفيين اليوم ملاحقين على خلفية المرسوم 54، وهو سمعنا كذلك اليوم أنه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامين والأستاذة لميا الفرحاني أخت شهيد الثورة تم مسألتهم أو مناصرتهم عن طريق الفرع تونس. تعرف المحامين عندهم يلزم يعني مش النيابة مش البحث البداية هو اللي يستنطقهم، يلزم يتعدوا بالوكيل العام محكمة الاستئناف باش يتبعهم الأستاذ العيادي ولميا الفرحاني. المحامين نفس الشيء، زميلتنا منى العرفاوي على خلفية المرسومة 54، كذلك هنا نشوفوا شكون المذكور في 54، هنا محمد بوغلاب وحتى نزار بهلول. سيف مسلط الآن، الشعار هو هل تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟ أي معنى للصحافة اليوم إذا كان هل المرسوم هذا لا يزال صوتا مسلطا على رقاب الصحافة؟ أي معنى العمل الصحافي؟ شوف، المرسوم هذا كان قولة حق نريد بها باطل. وقت اللي تم نشر فهمتي من الأول قيل لنا أن المرسوم هذا فهمتي لمواجهة الإشاعة الراجعة اللي قاعدة تروج في شبكات التواصل الاجتماعي واللي من شأنها وانتهاك الأعراض فهمتي إلى آخره. فكان جوابنا أن الكلام هذا ما هو الصحيح. علاش؟ لأنه في المنظومة القانونية متاعنا المرسوم 115 لحرية الصحافة، واللي هو فيه فصول زجرية لكل الانتهاكات لهذه الحرية وسوء استغلالها، سواء للإساءة للغير أو لترويج خطاب عنصري، خطاب إرهابي، أو لترويج إشاعات من شأنها أنها باش تمس من الأمن العام، بحيث كل المسائل هذه تم تناولها في هذا المرسوم، بحيث نحن لسنا فني بحاجة إلى نصوص قانونية فني جديدة. وكنا نبهنا من الأول أن هذا القانون راه سيقع استخدامه، هذا المرسوم سيقع في استخدامه لضرب الحريات وللانتقام وللترهيب وللتخويف. نعم. علاش نقول الكلام هذا؟ وباش نعطيكم مثال بسيط ياسر باش الناس تفهمنا. الأستاذ غازي الشواشي أحيل على تصريح قام به في إذاعة تحدث فيها على وجود خلية مرتبطة بوزيرة العدل الليلة فنتي جفال، وأن هي قاعدة توجه في القضايا السياسية. اعتبر منه هذا التصريح فيه تهديد معناها للوضع الأمني في الأمن العام. نعم. فلنفترض أن يوجد أن هذا صحيح وهو ما لم يحصل وما صار منه حتى شيء، لكن برا نحن باش نفترضوا سيدي هدد الأمن بتاع البلاد وقام بإرباكه. اش يقول عندنا المرسوم 115؟ عندنا الفصل 54 يقول أنه نشر الأخبار الزائفة اللي من شأنها أنها باش تربك ربما الوضع الأمني، فأن العقوبة متاعها تتراوح ما بين 2000 و5000 دينار كخطيئة. هذا خاص بالصحافيين سي زياد. لا، رد بالك، هذه ثم حاجة مش عارفتها فهمت الناس. المرسوم 115 راهو لا يهم الصحفيين وحدهم، لا، المرسوم 115 هو لحرية الصحافة والتعبير، يهم الناس كلهم اللي قاعدين يعبروا على آرائهم سواء في الصحافة التقليدية أو الصحافة الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي بمعنى الفضاءات بتاع التعبير. الجميع دون استثناء، كل من يتدخل في وسيلة بتاع إعلام أو في وسائط التعبير ينطبق عليه المرسوم 115. ماذا إذا وظفت هذه الوسائط لبث الفتنة عمليا؟ إذا كان الشخص غير صحفي، إذا كان الشخص المعني بالتصريح غير صحفي واستغل هذه الوسائط التواصل الاجتماعي ولا لبث الفتنة حقيقية وخطاب الكراهية، يعاقب بالمرسوم 115 طالما أنه الأمر يتعلق بوسيلة إعلام أو بوسط لي أو أداة للتعبير عن الرأي، فهو يعاقب بالمرسوم 115. وأرجو أنكم تقرأوا هذا المرسوم
جيدا، لانه من الالاعيب اللي تم الاختلاق له ترويج هذا الوهم باش يظهروا لا راهو مرسوم 115 كان للصحفي مبركه، اما الاخرين المدونين الاخرين هز اربط وعدي الحبس قال شنو مو الصحفي. لا، المرسوم 115 وقراوه راهو يهم كل المتدخلين في القطاع بتاع الاعلام واللي عبروا على موقف واللي عبروا على راي. فغازي الشواشي اذا كان باش يعديه على الفصل 54 العقوبه هي خطيه ما بين 2000 و5000 دينار، لكن هم عاملين بتاع انتقام بتاع تشفي. يعديه مش على الفصل 54 من المرسوم 115، يعديه على المرسوم 54 لان العقوبه فيه تصل الى 10 سنوات سجنا، وبالتالي ممكن اصدار بطاقه بتاع ايداع في السجن ضده في انتظار انه يقع المحاكمه في الامتي بتاعه يترنخ غادي ومن بعد تو نشوف. اذا هذه المساله الاولى اللي يلزم. زياد استسمحك لانه ضروري نرفع اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي مدينة تونس ومجاورها. ابقوا معنا زياد زميلنا الصحفي وانو الغربي مدير مركز جنيف. دقيقتين نرجع يلا. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نرجع في المباشر حلقتنا وضيفاي زياد الهاني زميل الصحفي وعضو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحرية والديمقراطية، والأستاذ أنور الغربي مدير مركز جنيف. لست أدري إن كان زياد مازال على الخط. طيب نعيد الاتصال بسي زياد وسي أنور. نمشي معك مباشرة إلى المقالة أعتقد البارحة للصحيفة الأمريكية فورم بوليسيز ديموكراتيك رول باك انتكاسة الديمقراطية، يعني كيف أثبت سجن الغنوشي والعريض مدى اعتداء السعيد على الديمقراطية. طبعا الخطورة في مثل هذه المقالات هي أنها مقالات يتابعها الكثير من الساسة في الغرب وليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو ليس مجرد مقال صحفي وليس مجرد يعني موقف لصحفي في جريدة. فورين بوليسي معناها معروفة مشهورة لها متابعين كثر، وهي إحدى المصادر الرئيسية للمعلومات في الولايات المتحدة وفي كندا والغرب عموما، وبالتالي مثل هذه المقالات هي المصدر الحقيقي. المشكلة أنه ليس لدينا الآن جهة ذات مصداقية في تونس يمكن العودة الاستماع إليها. لا، ليست لنا يعني دبلوماسية حاليا. رأينا كيف أن وزير الخارجية يتحدث عن منطق عدمي بالكامل، يعني وكأن الرجل مبتدئ، وهو رجل يعني في الأصل ليس مبتدئ، له بعض التجارب في العمل الدبلوماسي وكان سفيرا في لندن وكان سفيرا في بروكسل، ولكن مع ذلك تصاريحه الأخيرة تؤكد بأنه بعيد جدا عن الواقع، لأنه يعرف أكثر من غيره بأن ذلك الخطاب وتلك المواقف لا يمكن أن يستمع إليها أحد، وهي ليست جدية، وهي ليست، هو يعرف قبل غيره بأن ليس لديها أي مفعول حقيقي وأي مردودية لتونس وللدبلوماسية التونسية، وبالتالي الذي يستمع إليه الآخرون سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا أو في الغرب عموما هو هذه المقالات وهي هذه المواقف الغربية المتلاحقة حول الوضع التونسي مع الأسف الشديد. المشكل في تونس اليوم أنه لدينا سلطة تتحدث لنفسها، تتحدث لأتباعها، ومجتمع دولي آخر يتحدث بمنطق مختلف تماما. فلهذا رأينا المشاكل مع صندوق النقد الدولي، لهذا رأينا المشاكل لما تحدث رئيس الدولة في زيارته لبروكسل، ورأينا تلك التنبيهات وتلك التحذيرات من رئيسة المفوضية، رأينا المواقف من تلك التحذيرات أيضا
من ماكرون وتلك ذلك الأسلوب المتخلف في التعامل، وكيف أنه وجه بأصابع التحذير وأصابع التوجيه لقيس سعيد وهو يتحدث إليه، وتعمدت يعني صفحة الإليزي نشر أو الموقع الذي نشر، ثم نعم. أخذت عنه موقع الإليزي صورة مهينة لتونس ولرئيسها ولمؤسساتها. سعيد اليوم ليس شخص، ليس مجرد يعني رجل يبدي رأيه، هو بلا شك كان أستاذا وأستاذا في الجامعة، ولكن هو اليوم رئيس تونس، ما أحببنا أم كرهنا، نعم. وهذا هو الواقع على الأقل إلى 2024. هذا ثابت نعم وواضح. نعم زياد، عودنا اتصال به. زياد أهلا وسهلا، مرحبا بك من جديد. نكمل فيما انتهينا إليه. أهلا وسهلا. حاول أنك تفتح الكاميرا إذا أمكن، فقط حافظ على مكانك في الصورة. زياد الصورة ما زالت مغلقة مرة أخرى، حاول فعل الصورة. لا مفتوحة، ليش؟ غير مفتوحة الصورة، ولكن مفتوحة الصورة، لا لا نشاهد الصورة، ربما ضعف تدفق الانترنت. طيب خلينا نكمل، حكينا على الانتهاكات الجسيمة وأم المعارك التي يتوجب على الصحفيين وكل أنصار الحرية وحرية التعبير اليوم في إيقاف هذا المرسوم 54. الفكرة اللي قلتها لنا كونه راهو ما يخصش بالصحفيين، كل تصريح على منصة إعلامية يخضع ضرورة المرسوم 115 اللي ما فيهش عقوبة بدنية، فيه عقوبة مالية، هكذا سي زياد؟ سي زياد ثم ضعف في الإنترنت، كنا نحاولوا ما استطعنا حتى نعيد اتصال ثانية سي زياد، على الأقل نكمل معه الشطر الأول من هذه الحلقة. سي زياد أسيدي، نعم أكمل مداخلتك سي زياد يتعلق بالمرسوم 115. إذا قلت هذا بالنسبة لنا ابتداع هذا المرسوم عدد 54 هو في الواقع جاء لضرب حرية الصحافة ولمحاصرتها ولترهيب كل صوت معارض، وهكذا نشوف اليوم أن هذا المرسوم لا يسلط إلا على الأصوات الناقدة، أما الأصوات التي تنتهك الأعراض، أما الأصوات التي تروج الأراجيف والأكاذيب، أما الأصوات التي تبث الإشاعات، أما الأصوات التي تشتم كل من يخالف رئيس الدولة في اندفراء أو في موقف، هذه لا يطالها التتبع. وكل الشكاوى التي قدمت ضد من يحترفون هذا الأسلوب في الضرب وفي الإساءة لمعارضي الرئيس قيس سعيد، كل شكاويهم موضوعة في رفوف النيابة العمومية التي لن نراها تتحرك بشكل برقي إلا عندما يتعلق الأمر بشكوى تقدم من طرف أهل السلطة، وأخيرها ما حصل مع الصحفي سمير الوافي الذي كتب تدوينة حول الزواج البابخ لوالي سوسة، أعتقد نعم، وأن الذي لم يقع تعيينه إلا منذ 6 أشهر فقط، وعوض أن يقع التدقيق في المعلومات التي ساقها سمير الوافي تم إيقافه بإذن من النيابة العمومية، حتى لو افترضنا انه قال معناه ما يسيء لهذا في امتي الوالي، فان هناك اجراءات حسب مرسوم 115 يجب يقع اتباعها، وبالنتيجه انه العقوبه التي تسلط عليه اذا اعتبر ما قاله ثلبا في حق الوالي فان العقوبه هي الخطيه ب 2000 دينار. لكن مره اخرى عندما يتعلق الامر بالسلطه وبادواتها فإن اللجوء يكون المرسوم 154 بغاية التنكيل والانتقال، ومن يقول اليوم بأنه لم يقع تتبع أي شخص من أجل رأيه، أؤكد أن كل القضايا المرفوعة، وهنا لا أعود بكم بعيدا إلى الوراء،
أفكر فقط بقضية زميلي عمرو عياد الذي لم يشتم، لم يكذب، لم ينشر إشاعات، قرأ قصيدا لأحمد بطل، فوجد نفسه مسجونا ومحاكما من قبل القضاء العسكري. اليوم هناك صحفيين محالين على المرسوم 54، هناك منير عرفاوي، هناك محمد بوغلاب، هناك نزار البهلول، هناك خليفه القاسمي، هناك هيثم الزغلي، ويقولون مع ذلك انه لا يتتبع الصحفيين من اجل اعمالهم. هذه مغالطه فظة. ومن يقول لنا، هناك من يحتج علينا حتى انا شخصيا باعتبار انكم هاكم. نعم، نحن في استماع سي زياد. للأسف تم تقطعات في الانترنت، ولكن حريصون سي زياد على الاقل يكمل معنا الخمس دقائق. نعاود او نعيد اتصال مع سي زياد، تم ضعف تدفقات انترنت وحريصون يكمل معنا سي زياد. في الاثناء سي انور الغربي، صبرك علينا استاذ انور انك تكمل معنا الشطر الثاني من الحلقه. اضافه الى الفورم بوليسيز، نوكر واشنطن بوست، صحف امريكيه عديده، مواقف الاتحاد الاوروبي الاخيره، الحد الذي قارنت فيه ضروره ربط المصادقه او الموافقه على قرض صندوق النقد الدولي بتحسن وضع الحريات. طبعا هذا هو البند الثاني من الاتفاق اللي يجمع بين الاتحاد الاوروبي والدول الشريكه، كل دوله ترغب في أن يكون لها يعني وضعية الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي مثل المغرب وتونس وتركيا وغيرها من البلدان. البلد الثاني يقول بضرورة احترام الحريات. لنتذكر أنه سنة 2006 لما تقدمت تونس للحصول على هذه الصفة كان هذا هو الشرط، ويومها كانت تونس في المرتبة 160 على 170 عالميا، يعني كانت في العشرة الأواخر في المراتب الأخيرة في مجال حرية الصحافة والتعبير. وبالتالي لم يكن لا تستجيب الدولة التونسية حينها والسلطة التونسية حينها لهذا المعيار، وكان الرفض أو التأجيل الذي حصل في تلك السنة أي سنة 2006 للطلب التونسي، وكان هذا بشكل رسمي ومباشر ومنشور، ما يمكن العودة إليه في كل وقت. ايضا نعم. وقع اقرار ذلك بالنسبه لي الشقيقه المغرب نفس الشيء، وايضا حتى بالنسبه لتركيا الى اليوم، رغم انه المفاوضات مع تركيا نعم. تقدمت. استاذ انور نتعسف عليك، اعذرنا. سي زياد مره اخرى على الاقل في اخر مداخله، هل تسمعنا سي زياد؟ به الان رجعت. نعم رجعت الصوره. به سي زياد. نعم. العنوان جيد الان، وكل دعمنا وتضامن غير محدود مع الزملاء من العرفاوي، هيثم الزغلي، خليفة القاسمي، محمد بوغلاب، نزار بهلول، ومن سهت عنهم هذه اللافتة. هل تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟ أنا أسأل سؤال سي زياد، وأنت زميلنا وكنت في النقابة، أي الزملاء مثلا محمد فراتي، عامر عيد ذكرته، صالح عطية، أنا تنحكيت الحالة متاعي بعدين، هل تقعوا وقع تتبعهم أو تتبعنا على غير العمل الصحفي؟ الصحافة ونقابة الصحفيين جميل جدا أنه ترفع شعار التضامن، ميثاقنا الصحفي يقوم على التضامن بين الصحفيين. نأكد مرة أخرى، راه التضامن يجب يكون تضامن إيجابي، يعني إذا كان أخطأ الصحفي في أضعف الحالات يحال على المرسوم، يجب تجديد لحالة على معنى مرسوم 115 مش غيره. زميلنا الصحفي نعم. صالح عطية حكم عسكريا وسجن، أليس مخجلا يا سي زياد أن يذكر صالح عطية من قبل منظمة العفو الدولية واتحاد دولي الصحفيين، وكذا الأمر بالنسبة لزميلنا عامر عياد، محمد فراتي يتم تتبعه على خلفية في فرقة مقاومة الإرهاب الآن متهم، أنا نفسي متهم، أنا تعرف عندي عام تقريبا 7 أشهر بحكم وضعية قتل الزيتونة خارج تونس، تم استدعائي من قبل الفرقة الثانية، هذه أول مرة نقولها الآن في المباشر، لفرقة العوينة، تم استدعائي كشاهد، ويؤكد القضاة والمحامون لا يمكن تحويل صفة
مضمون فيه من شاهد إلى متهم طالما لم يستنطق بمجرد جول البيت في تونس، ما يقولنيش في الدار بطبيعة أنا خارج تونس، يتم تحويل المتهم. لماذا؟ وأنا هذا أقول فرصة هذه لك أنت ونتبين، لا أستجدي استعضافا، ولكن على الأقل حتى أضع كل الخيرين وثقتي أنه أن الخيرين في صحافة كثيرون عند المسؤولية الصحفية، وحتى أشهد نقابة الصحفيين على هذا الخذلان حتى لا أقول كلام آخر. سئل علي اللافي فك الله أسرى على وثيقة من الوثائق، هو المتهم الرئيسي في القضية فيها تقريبا في 21 فيه حتى محامين، من أين لك هذه الوثيقة؟ كان جوابه حرفيا في ملف في 500 صفحة، الفقرة الوحيدة التي ذكرت فيها في هذا الملف قال الوثيقة هذه وجدتها في آخر حلقة من حلقات برنامج بالمرصاد في آخر الحلقة. كان السؤال لعوينة من كان ينشط الحلقة؟ قال لهم حسين بن عمر. لعلمك أستاذ المشاهدين آخر حلقة من بالمرصاد كانت في 2016، والحلقات اللي نقشنا فيها قرار الإرهاب كانت في 13-14. هذه الوثيقة لم تعرض، لم تعرض على المباشر، لم تناقش، لم أناقشها، لم أرها، هو مجرد قاره وجدتها في آخر الحلقة في البلاطو. ينشط حسين بن عمر يتم تحويله لمتهم. محمد فراتي متهم كذلك. صل عطية عمر عياد ليس مخجلا أن نقابة الصحفيين الآن وحتى ترفع شعار التضامن، كيف للصحفيين أن يواجهوا آلة الدمغ هذه اليوم إذا ما زالت تمارس هذه الانتقائية؟ ليس مخجل هذا، قلت لك نعيد أنه يذكر زملائنا عامر وصل عطية في بيانات منظمة العفو الدولية تحت الدولة للصحفيين. لك الكلمة سي زياد. شوف المبدأ الأول هو أنه قوتنا تبني في وحدتنا، ولما نحن ندافع على حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية التعبير للجميع دون استثناء، فيفترض أنه دفاعنا عن هذه الحرية للصحفيين يكون في المقدمة باعتبارهم هم طليعة المدافعين عن هذه الحرية والمؤتمنين على الحفاظ عليها. هذه النقطة الأولانية. النقطة الثانية، أنا الطلب اللي نتوجه به لكل الزميلات والزملاء، نعاود الطلب اللي نتوجه به بكل الزميلات والزملاء، وأنا أزعم أني من الخبراء المعتمدين في المرسوم 115 باعتباري أحد الذين ساهموا في صياغته، نعم، في إطار اللجنة اللي حدثت للغرض تحت القيادة متاع الدكتور مصطفى بالطيف. فك إطارك لو كنت تذكرك الهيئة تحقيق أهداف الطورة، نعم، إلى آخره. وأنا قمت بعدها أدرت دورات تكوينية عديدة لفايدة مجموعة من المحامين للتصريح في هذه النقطة في بالذات. ولسبب هذا أنا دعوتي لكل الزميلات والزملاء الصحفيين وكل مواطن مهما كان موقفه تم إحالته من أجل محاكمته على رأي أبداه أو موقف عبر عنه في وسيلة إعلامية أو في فضاء للتعبير أن يمتنع عن الجواب إذا كانت التهمة الموجهة له خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة. وأنا وقت اللي بدأت من الأول حكاية الإحالات هذه، نعم، وسألت في البلاطو بتاع إيفام، قلت أنا ليكون واضحا من الآن لكل من يهمه الأمر أنه لو تم استدعائي للسلطاتي حول موقف أبديته أو رأي أبديته في إطار فتن عملي كصحفي أو في إطار حقي في التعبير كمواطن في إحدى وسائط التعبير أو شبكات التواصل الاجتماعي، فإني سأمتنع عن الجواب وسأطلب من المحامين عدم الترافع بخصوصي خارج إطار المرسوم 115. هذه نقطة واحدة. واللي عنده حساب يحب يصفيه معايا، واللي عنده حساب يحب يصفيه معايا يتفضل يصفيه، أما أني أنا باش نعطيه فرصة أنه باش يحل فمه
وباش يقولها وثم المحاكمه وثم القضاء وننتظر راي القضاء والقضاء وعقل دوله القانون والمؤسسات. ونحن ادرى بما تحت الغطاء والواقع بتاعنا في يمكن المعيش، هذه الفرصه لن امكنهم منها. فيما يتعلق بوضعيتك انت ووضعيه الزملاء، انا موقف النقابه، موقف النقابه زياد بكل وضوح. احنا شوف فهمنا ما فيش دقيق، أنا نقولها المرة الثانية، لكن ضروري نقولها لنقابة الصحفيين. لا يرفع، لم يرفع صور زملائنا لا عامر ولا صالح عطية في القوائم المنشورة الآن في النقابة اليوم. مش مخزي هذا للنقابة الصحفيين؟ مش معرة على الصحافة والصحفيين أن يقع الأمر هذا؟ شوف هذا المسألة واضحة عندي. أنا ما عنديش التفاصيل نتاع إذا كان الزملاء هذوما اتصلوا بالنقابة ولا لا، وقد سي زياد، سي زياد لا لا سي زياد، سي زياد الله ينور، أنا مانيش أنا عضو من عادي في النقابة في النقطة هذه، لكن لا اسمح لي سي زياد، مسؤولية النقابة أنها تدافع عن كل الصحفيين ودون أي استثناء. نحن مهنا قوتها في وحدتها، نحن بقينا دائما في الأمم المتحدة قبل 2011 وبعد 2011 في السر وفي العلن. ومن المعين إذا كان نحن تمارس عندنا أي ممارسات اللي هي تقصي مجموعة فهمتي من زملائنا، هذا مرفوض وغير مقبول. وأنا نطلب من القيادة بتاع النقابة فهمتي بتاعنا أنها تنفتح وتدافع على كل الملفات، وأنا ما نشككش في الإرادة بتاعهم في أنهم يتناولوا كل الملفات هذه على قدم المساواة، لكن التفاصيل ما نجمش نخوض فيها لان ما هياش متوفره عندي. النقابه يا زياد اسمح لي، نعم المعركه الان هي معركه ضد الاستبداد، معركة ضد الاستبداد زياد تكون بنقابه مجال يقولون نعم. هاو عند مجال بزيت وقت تتكلموا وتنتقدوا. نحب نذكرهم اللي الاستبداد له لا يتركز صبره واحده، الاستبداد له ما يتركزش مره واحده. انظروا كيف تركزت المنظومة الفاشية لهتلر أو لموسوليني أو لغلهم من الدكتاتوريين، طلعت بأصوات الجماهير واستثمرت في خطاب شعبوي من خلال آليات ديمقراطية أوصلتهم للحكم، بس صادروا الحريات ونزعوها عن الناس قطعة قطعة. وهم توا قيس سعيد قاعدين حينا في الحقوق بتاعنا قطعة قطعة، كل مرة ينحينا قطيعة ونحن نقولوا فهمتي مثالش هذيك هذه خفيفة مش حاجة كبيرة، لكن في الأخر أنا باش نلقاو واحد فهمتني عليا. واللي يضحك اليوم على تنحيط قطعة الشخص نعم. فهمتني آخر على موقف اللي هو فهمتني ما عجبوش، نقول له استنى دورك لأنه فهمتني غدوة راهو باش يجيك الطريق. هذا هو المطلوب سي زياد، لأنه كما قال لا نمتلك مصداقية أمام الرأي العام، حتى السلطة لا تحترمنا. إذا كانت النقابة أعضاء صحفيين محترفين وأعضاء في النقابة لا تدافع عن منظورها، لن تكون لك مصداقية، لن تكون لك مصداقية النقابة أمام السلطة في حد ذاتها. إن شاء الله كما قلت رمش استعطاف، ولكن هذا واجب محمول على النقابة تجاه منظورها. شكرا جزيلا سيد زياد زميلنا الصحفي، بارك الله فيك، تتواصل إن شاء الله مشاركتك معنا في قادم الحلقات. ونبقى مع ضيفنا من جنيف أنور الغربي. أنور الغربي، نرجع على المواقف الدولية وما أثرته مؤخرا، يعني قبل ذلك نذكر أنه الأستاذ البحيري والأستاذ بشرى بن الحاج حميدة والأستاذ العيش الهمامي والأستاذ أحمد نجيب الشابي تم إضافتهم في ملف التآمر على أمن الدولة. يعني الناس تنتظر يحل هالملف هذا ما يسمى بالتآمر عن الدولة، هاو تم إضافة أسماء السادة المحامين الأربعة للملف، مع العلم أنه البحيري هو مسجون على خلفية تدوينة وهيئة الدفاع اتهمت النيابة بالتدليس، لأنه نص التدوينة المحال بشأنها غير موجودة أصلا. إذن نرجع إضافة أسماء محامين للتآمر عام الدولة، وتركت ضجة كبيرة وعلى وجه الخصوص حبس الغنوشي
على خلفية التصريح الذي اتهم خلاله بالتحريض والفتنة. لك الكلمة سي أنور. في ربما أثبت حبس الرئيس راشد الغنوشي رئيس البرلمان على المستوى الدولي عبثية السلطة القائمة في تونس بكل المقاييس. لما نقول عبثية فنحن نقصد ذلك، نقصد ذلك لأنه فعلا كل المواقف الدولية الحالية ليس فقط الإعلامية أو تجاوزت حتى البرلمانية منها إلى الحكومات والمسؤولين، ورأيتم موليني يعني في إيطاليا، رأيتم المسؤولين الاتحاد الأوروبي، رأيتم مواقف الأمريكان، رأيتم مواقف الحكومة الكندية حتى، وبالتالي كلها تذهب نحو نفس المنحة. وبالتالي تبين بأنه سجن الرجل الثمانيني بتهم مفبركة على خلفية يعني تصريح تم تزويره بشكل علني مفضوح ومعلوم للجميع، فهذا صار يعني مضرب مثل واقعي وعملي. أنا قبل ما أطلع معكم كنت في اتصال مع ابنة الأستاذ راشد الغنوشي تسنيم بعدما نزلت تدوينة تتحدث فيها عن يعني دخول قوات أمنية لمنزلها وهي مقيمة في الكندا، والعبث به وبمحتوياته وخوفها هي وعائلتها من أنه يكونوا وضعوا أجهزة يعني مراقبة أو غيرها، تنصت. نعم. في التنصت. فحقيقة الوضع صار عبثي بكل المعاني، وبالتالي أنه يتم استهداف راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان وأيضا النواب. نحن نتحدث اليوم عن تقريبا 30 نائب بين مسجون ومتابع وملاحق، والصف حالية. الأول للمعارضة حتى. نعم، والصف الأول للمعارضة. نتحدث عن الأستاذ نجيب الشابي، نتحدث عن جوهر بن مبارك، نتحدث عن نور الدين البحيري، عن عبد الحميد الجلاسي، عن العصام الشابي، شيماء عيسى وغيرها. ما معنى أن يتم سجن يعني أيقونة الحراك النسوي والمجتمعي في تونس شيماء عيسى؟ ما هي المرأة كانت قبل ذلك كانت في جولة أوروبية وفي جنيف وفي بروكسل وفي كل البلدان، وتم الاحتفاء بها لأنها بمعنى أنها تحمل خطاب راقي متحضر، يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يؤسس ولا يعني ولا يهدم. هذه أن يتم سجنها بتلك الكيفية، ورأينا أنه كيف ابنها ذلك الشبل يعني الراقي الذي جاء وتحدث به، وهي أول سجينة أنور بعد الثورة، أول سجينة سياسية. نعم. ومعيب أنه يتم خاص تقريبا قرابة 500-600 بالعفو بمناسبة العيد، ويتم استثناء الكاتبة الشاعرة الجامعية السياسية والقيادية شيماء عيسى. يا سيدي، هذه الأيقونة سيكتبها التاريخ تماما كما تحدث التاريخ ونتحدث نحن اليوم عن شيرين أبو عقلة في فلسطين، وعن جميلة حيدري في الجزائر، وعن يعني بن مراد في تونس وغيرها من أيقونات النظام. إن شاء الله يطلع عمر. نعم. يعني في العالم، وهذا تاريخ سيكتبه التاريخ. التاريخ لن يذكر قيس سعيد، سيذكره كشخص الذي كان سببا في سجن فلان او علان. التاريخ يذكر راشد الغنوشي، التاريخ سيذكر نجيب الشابي، التاريخ سيذكر جاور بن مبارك. هذا التاريخ، لان هؤلاء لهم مساهماتهم الحقيقيه. التاريخ يذكر الضحايا اكثر من جلاديهم. استاذ انور، لما نتحدث عن الاستاذ راشد الغنوشي راينا هذا من خلال الاتصالات الأخيرة. نحن الأسبوع الماضي كنا في الاتحاد الدولي للبرلمانيين وتحدثنا. أستاذ أنور، نعطيك أكثر مجال، ما زلنا مواصلين فقط، عندنا داخل هاتفين حاول نعطوه الأولوية. زميلنا الإعلامي مقداد الماجري مقدم ومعد برنامج موجة أخرى. مقداد، مساء النور. مساء النور، السلام عليكم، تحية لك وجمهورك العزيز وضيفك، مرحبا. يا أهلا وسهلا زميلنا مقداد، شرفتنا. تريد التدخل في موضوع الصحافة ونقابة الصحفيين وحرية الرأي والتعبير والانتقائية؟ نعم، استفزني كثيرا طبعا تصريح ومداخلة الزميل
زياد الهاني، وخلاني نراجع أرشيف مؤلم جدا. هذا الأرشيف قريب يعني جدا، اللي هو قبيل الانقلاب بتاع 25 جويلية. حب نعطيك سكوب ساعة، أول مرة نقول وأن هذا، أن واحد مقرب من نقابة الصحفيين الصحفي أسر لصديق قبيل الانقلاب، قال له أن هناك أمر جلل سيحدث، رد بالك وراو الوضع سيتغير. نعم. يعني نقابة الصحفيين كانت على علم بما يسطر لتونس من أيام مش سوداء، السواد أحيانا جمال، عينها سوداء وشعرها أسود، من أيام دخانية، دخان كما نرى هذه السنوات. يعني حب نقول لك اللي مخالب الديكتاتورية لم تعد هي القوى الصلبة، بعد القوى الصلبة جي في مرتبة ثانية أمن وجيش وغيره في الدول اللي فيها انقلابات. المخالب الحقيقية هي 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 هم جماعة الإعلام والصحافة، اللي لو يعملوا نهار فقط اليوم، نهار ممارسة إعلامية كما كانت في العشر سنوات ذوكم، نعم، سيسقط قيس وتسقط الانقلاب في يومه. يعني نحتاج إلى ممارسة إعلامية هدامة فقط كما كانت. ثم وأختم بعد إذنك، ونحن نتكلم في يوم حرية الصحافة بعد إذنك، سؤال بسيط بديهي للسيد المواطن التونسي، علاش الصحفيين والإذاعيين والتلفزيونيين اللي موجودين ما يعيطوش؟ سؤال بديهي يعني. توا حسين العباسي قال؟ قال لنا 10 سنين ما خليناهمش يرتاحوا ليل لنهار. يعني هو كان في عمل هدام بالليل والنهار، ولم يكن في إطار أنه يحقق في مطالب التوانسة، وثم سلطة حاكمة يستنى فيها إيش باش تحقق، ومن بعد ينجم يعمل معها مماحكة ولا ينقدها ولا يحاسبها ولا اللي هو. السؤال علاش غدوة الصباح علاش ما نسمعوش حسين العباس يستدعوه ويسألوه يقولوا له شنو كانت المخططات، كيفاش كنتوا ما تخلوهمش يرقدوا ليل نهار، شنو كنتوا تعملوا، شكون شركائكم، شكون اللي مول؟ مش سؤال بسيط هذا؟ تو هو قال كنا نخدم بالليل والنهار على أن لا يستريحوا ولا يرتاحوا. مش السؤال اللي بعده بالضبط في الواقع يجي يقول له يا حسين شو كنتوا تعملوا انتم، شكون كان يمول فيك؟ وتحدث بضمير الجمع. نعم. شكون كان يخطط معاك؟ هو مش وحده، شكون كان يمول؟ شكون كان يرسم الخطة؟ هذا السؤال الغائب. من دون هذا السؤال سنظل في المستنقع، وسنظل نسبح بالنقابة، وسنظل في العناوين متاع الدجل القديمة. وأعتقد أن تونس في حاجة إلى حالة فرد في المستقبل يقوم مش على كلامنا، يقوم على ما اعترف به أعداء تونس الحقيقيين، مش بتاع الخراب، بتاع التخريب، مش بتاع الإفلاس، بتاع التفليس، بتاع المسلسل الجهنمي. نعم. اللي ضر تونس واللي وصلنا إلى هذه المربع اللي احنا عايشينه. شكرا جزيلا زميلي مخداد. دائما بالفعل سؤال وجيه، يمارس الإعلام دوره الرقابي. ينادي السي حسين العباسي الأمين العام السابق للاتحاد العام لدروس الشغل ويسألوه على تصريحه الذي أثار غبارا، ومنتظر أنه سيبقى هذا الغبار طويلا. دائما نقدنا الإعلام دائما نشيد بقلة، لكن دي روح دائما القلة هي حمالة الرسالة. قلة من الإعلاميين ونشرفوا بهم ونطمح نكون منهم، من الثلة هذه ما زالت مهنية دافع الكلمة الحرة، سواء كانوا في الإعلام الخاص ولا في الإعلام العمومي، وحتى في المكتب التنفيذي للنقابة نؤمن أن فيهم كثير من الطيبين، ولكن نراه التاريخ ما يرحمهمش. الساكتين اليوم في المكتب التنفيذي على ما يجري من انتقائية فجة راه ما يسامحكمش التاريخ. نغلق القوس نرجع سي أنور، عشان كده نسمعوا سعيد البارح. سي أنور نرجع لك، يلا. ولا يمكن أبدا أن نتراجع إلى الوراء، ومن يريد أن يعبث بالدولة التونسية أو يشكك في الحريات في الداخل والخارج فهو إما عميل
أو شخص بالفعل مصاب بغيبوبة فكرية عميقة لن يفيق منها أبدا، ولا يمكن أبدا أن نتراجع إلى الوراء. ومن نعم يريد أن نكتفي بالقدر. لكن كلمة، الآن أنت متابع ما شاء الله دولي، نشر حقوق دولي. الآن هذه السردية التي حاول ترويجها كثيرا السعيد، بالنظر إلى مجمل المواقف الدولية يتبين أنها أن سعيد لم ينجح في هذه السردية. مواقف الدولية كنا عاود نسردوها، المواقف الدولية، الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي وغيره، فشلت هذه السردية الذي أراد سعيد تسويقها، لم تعد تنطلي على أحد. المشكلة أستاذي أنه السيد قيس سعيد لا يستمع بصراحة. واضح جدا أنه يعني الرجل كما يقول دائما لا رجوع الوراء، لا رجوع الوراء، لا رجوع الوراء، ولكن نحن الكل يعرف أننا رجعنا إلى ما وراء الوراء، وتونس رجعت إلى العصر الحجري سياسيا يعني بكل المقاييس. ولكن فقط كرد على عبارة خونة وما إلى ذلك، يعني حقيقة أجد صعوبة كبيرة في الرد على هذا الكلام. يعني الناس الذين رجعوا بعد الثورة من الخارج وخدموا الدولة تطوعا من مواقع مختلفة، وقدموا لها الكثير من وقتهم وجهدهم وأعصابهم وعائلاتهم وكل شيء، هل هؤلاء عملاء للخارج؟ هل الذين تلاحقهم أجهزة مختلفة بسبب آرائهم وأفكارهم هم عملاء للخارج؟ إذا كانت قدرت عليهم هذه الأجهزة في الخارج وهي قوية وفاعلة ومؤثرة، هل كانت تتركهم؟ يا سيدي، من يدعم قيس سعيد اليوم؟ أليست فرنسا بالأساس؟ من أذكر فقط بحقائق حتى يعلمها للتاريخ، عندما أعلنت نقابة الصحفيين في 2013 آخر 2012 بداية 2013 الإضراب العام، من زارهم؟ زارهم السفير الفرنسي حينها، واستدعيناه حينها وطلبنا منه الالتزام بدوره وباتفاقيات فيينا التي تلزمه بالإعلان عن تحركاته وعدم الخوض في الشأن الداخلي. اليوم من يسأل السفير الفرنسي عن تحركاته وما يفعله؟ ما نراه اليوم، وانت حضرتك سألت وحرصت على السؤال وحرصت مع ضيفك الأستاذ زياد والمتدخل الكريم سي مقداد بأنه هذه الموازين المختلفة، كيف أنه عندما يكون الأمر يتعلق بنوعية معينة من الصحفيين ندافع عنهم ونحتفي بهم، وعندما يكونوا من رأي آخر يعني نتجاهلهم. هذا المنطق هو مع الأسف الشديد الذي نراه اليوم في فرنسا. هذا الواقع الفرنسي اليوم وهذه الثقافة الفرنسية على نعم. هذا الاستثناء على المستوى الأوروبي. هناك 3 دول على المستوى الدولي لها هذه العقلية في التعامل بالمعايير المختلفة. فرنسا في أوروبا، الهند مع المسلمين والأسلوبة في التعامل وهي ديمقراطية عريقة وكذا، ولكن أيضا مع نوعية معينة، والكيان الإسرائيلي أيضا في التعامل مع الفلسطينيين ومع أصحاب الحق العربي في فلسطين. وبالتالي هذه الكيانات الثلاثة التي نراها اليوم والأمثلة عندنا فيما يخص فرنسا. فقط لنتذكر تلك القائمة الطويلة من المؤسسات والأحزاب والنقابات التي تمضي البيانات، تذيل بها البيانات. نعم، هذه ممارسة فرنسية معروفة بالمناسبة. اليوم عندما تراجع ما يحدث في فرنسا والإعلام الفرنسي، سواء يعني مساحة التنوع فيه تضيق يوميا، وهذا معروف ومعلوم، وكتبت فيه لوموند وكتبت فيه جون أفريك وكتبت فيه العديد من وسائل الإعلام الفرنسية أو التي تصدر في فرنسا. وبالتالي الحديث اليوم عن الواقع التونسي لابد أن يفهم في سياقه، في سياقه الداخلي. نحن لدينا مشكلة كبيرة في تونس في هذه العقلية التي ترى أنه المختلف فهو الآخر، والذي لا نتحدث عنه، والذي سلوكه لا يعجبنا فهذا غير موجود بالمرة. فهذه عقلية غبية ولا يمكن أن تستقيم ولا يمكن أن تبني للمستقبل.
حضرتك تفضلت وذكرت بأنه نحن سنواصل وسنبني، وهذا هو هذا هو المنطق وهذا هو العقل وهذا هو هذا الذي منطق الكبار. لما جاء نيلسون مانديلا وأعلن يعني خريطة طريقه لم يستثني السوء البيض من المعادلة، وهكذا هو. لما جاء حتى راشد الغنوشي وحركة النهضة لم يستهدفوا خصومهم الذين سجنوهم والذين نكلوا بهم، بل يعني احتضنوهم وفتحت لهم الأبواب وأعطيت للكثير منهم يعني المناصب وغيرها، والبعض منهم اليوم يستهدفهم. يعني حقيقة هذا هو الواقع، فعلينا أن نكون. حصل نفس الشيء في مصر، حصل نفس الشيء في المغرب في بداية المسار الديمقراطي، وهذه كلها تجارب وتجارب مهمة. والمؤسف أن هذه التجارب المأساوية يا أستاذ أنور تعاد ولكن لا تجد معتبرا يعتبر من التاريخ. على فكرة أو مناسبة معرض الكتاب، فرصة باش نعرفه ببعض الكتب نراها قيمة. أول الكتب هو مؤلفها ضيفنا الأستاذ أنور الغربي، مواقف في مناهضة الإسلاموفوبيا. هذا في الحقيقة مش موجود في تونس يا أنور، مطبوع في فرنسا. أعطينا أكثر فكرة عليه يا أنور. هي هذا الكتاب جاء بعد ندوة، يعني كانت هناك ندوة في الشهر الماضي في جنيف حول الإسلاموفوبيا، وشارك فيها عدد من الكتاب والمحاضرين، وصدر الكتيب ينزل بشكل رسمي غدا للأسواق وخاصة في أوروبا. ولكن لا أدري حقيقة هو بالعربية ما هبطش تونس. هذا هو طبع هذا الأسبوع، وأستبعد أن يكون يعني متوفر في الأسواق التونسية، ولكن غدا يتم الإعلان عليه بشكل رسمي بحضور عدد من الكتاب والمشاركين فيه. إن شاء الله في أقرب فرصة في الأمازون حطوه على الأقل يتمكن مشاهدينا في تونس والوطن العربي يطلب على هذا الكتاب القيم. الكتاب الثاني لضيوفنا، دائما نحرص على أنه نعرف بكتب ومؤلفات ضيوفنا. المشروع الإصلاحي، نمشي المشروع الإصلاحي لخير الدين التونسي بين القطيعة والاستئناف للدبلوماسي السابق علي بن عرفة. كثيرون كتبوا في خير الدين، أنا سابقا كنت قدمت حتى كتابا على منصة لندنية عربي 21. الجديد في الكتاب هذا هو قراءة نقدية المشروع الإصلاحي لخير الدين التونسي بين القطيعة والاستئناف لضيفنا أكثر مرة في حصاد 24 الأستاذ علي بن عرفة الدبلوماسي السابق. نذكره هو كان سفير تونس في كل من المملكة العربية السعودية وسفير تونس في الجمهورية اليمنية، واشتغل مندوبا في منظمة التعاون الإسلامي، ويرأس أو ترأس الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس والجمعية الثقافية التونسية في بريطانيا، وهو عضو الهيئة الإدارية للمنظمة الدولية للمهاجرين التونسيين. الكتاب الثالث للدكتور حميد النيفل إذا كان جاهز، العالم والزعيم. نمشي الكتاب دكتور حميد النيفر، العلامة حميد النيفر إذا كان جاهزا. به نشوفوا به هذا كتاب حميد النيفر، هذا موجود في معرض الكتاب نهار الجمعة 5 ماي ابتداء من الساعة 5 مساء، مساء بدون يعني بدون همزة، في جناح 2705 مركز نماء للبحوث والدراسات. وبالنسبة للكتاب الدبلوماسي ابن عرفة ذكرت راه تلقوه في مجمع الأطرش للكتاب المختص، كتاب علي بن عرفة على المشروع الإصلاحي لخير الدين التونسي تجدوه في مجمع الأطرش للكتاب المختص في المعرض، وإلا في شارع جهة شارع لندرا في تونس في وسط تونس هذا الباساج تجدوا نسخة من عنده. كتاب الأخير في القائمة هذه تقريبا على البسط الشايب كومبا، الأديب عباس الشايب كومبا، وذلك بجناح عدد 1211 قاعد 1 يوم السبت 6 ماي. يمكنكم سادة مشاهدين تخلطوا عليه نهار السبت 6 ماي هذا على الساعة 4 مساء. كومبا كتاب مهم جدا، يعني يحكي على فترة تجنيد الطلبة في أواخر فترة بورقيبة وأوائل فترة بن علي. التجنيد مهم جدا في يعني أدب السجون والمعتقلات، مهم جدا لكل من يتابعنا داخل تونس وخارجها أنه
يسعوا في اقتناء هذه الكتب. هذه القائمة، وندعو كل المشاهدين أنه يمدون ببعض الكتب على الأقل اللي موجودة في المعرض نعرفوا بها، وعلى الأقل نحاول ما استطعنا أنه نعرفوا بالكتاب. نرجع سي أنور فيما تبقى، نعطينا 6 دقائق 7 دقائق ثم مش نعرض لكم في الأخير يعني مش لقطة، كليب من نوبا تو نشوفوها، مسرحية مهمة جدا نعرفوا بها في كل مرة نعرض لها مقطع. سي أنور نرجع الآن، ماذا بعد التضامن الدولي الكبير مع الغنوشي لمكانته الفكرية والسياسية، وربما لك عرى أكثر معذرة عرى أكثر تردي الوضع الحقوقي والسياسي في تونس من خلال سجن الغنوشي على خلفية اتهامه بأنه خطابه مثير للفتنة والتحريض؟ هو هذه ربما السلاح النووي الذي كان بيد الانقلاب في تونس وقع استعماله، وهو ورقة الغنوشي، وهو يعني تقريب أهم ورقة، وكان معروف من البداية بأنه هذا السلاح سيتم استعماله في الأخير، يعني بعد الاستيفاء كل يعني المحاولات الأخرى، فهذه آخر شيء يمكن أن يقدم لأتباع الانقلاب في الداخل أو الخارج حتى. المشكلة أنه في الخارج الذين يدعمون هذا النهج صرفوا النظر وتبين أنه كلفة هذا المسار عالية جدا بالنسبة لهم، أولا بسبب الوضع الإقليمي المتغير، السياسات الغربية وخاصة الأمريكية منها اللي هي حازمة في هذا في هذه المسألة، ويعني كان خطابها وممارساتها واضحة في أنها تعتبر أنه أي مسار لابد أن يكون إدماجي ويدمج الديمقراطية ويدمج ليس فقط يعني إصلاحات شكلانية كما كان يطالب البعض، وهذا يعني جعل أنه البعض من دول المنطقة اللي يعني من البداية تصدت لمسار الربيع العربي تأخرت يعني للوراء لهذا السبب. السبب الثاني وهو المتغيرات في المنطقة، نحن اليوم نشهد هذه العلاقات بين الآن مصالحة بين السعودية وإيران، مصالحة بين كل من تركيا والبلدان الخليجية كلها، البلدان الخليجية اليوم كلها تقريبا بدون استثناء أكبر من أكبر المستثمرين في تركيا، يعني ضخوا تقريبا 30 مليار دولار أكثر من ميزانية تونسية بالكامل، يعني ضخوها هذه السنة فقط كاستثمارات في تركيا، يعني إماراتية وقطرية وسعودية وكويتية، يعني على الأقل هذه البلدان الأربعة، ومتغيرات كثيرة نراها الآن ونشهد عليها، وبالتالي الأولوية هذه البلدان التي كانت ترى في أنه ربما التصدي لمشروع الربيع العربي ولحرية الشعوب في المنطقة تراجع بشكل كبير في أولويات هؤلاء. أيضا نرى أنه النهج الذي انتهجه سواء أخواننا في ليبيا في الجزائر في المغرب، وهذا الإصرار على الحقوق حتى في الجزائر نفسها، في العديد من الجهات في السودان التي تعيش حرب اليوم، وهذا الإصرار على حرية الناس والتصدي لعربدة يعني المسلحين وصراع السلاح، فهذا كله يعني بأنه هذا الكل مدرك بأنه لا يمكن العودة إلى الوراء كما يقول قيس سعيد، ولكن بالمعنى ليس الذي يقصده قيس سعيد، بالمعنى الإيجابي، أي الشعوب لا يمكن أن تعود إلى الظلام، لا يمكن بعدما رأت النور، لا يمكن أن تلعق ما تقيأته ما أخرجته، فلا هذه الشعوب التي رأت الحرية 10 سنوات في تونس، سنوات يعني حرية التعبير، ونحن نتحدث عن حرية التعبير. دعني هنا أستاذ حسين لو تكرمت فقط أذكر بهذا الحق الدولي الذي ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللي تبنته الأمم المتحدة في 48، الحق الأساسي أنه لكل فرد في المجتمع حرية الرأي وحرية التعبير، ويتضمن هذا الحق في تكوين آراء بدون أي تدخل من أحد، يعني ليس أن توجهه يمينا أو يسارا أو في اتجاه ما، وأنه يتم البحث واستقبال ونقل المعلومة والأفكار عبر كل الوسائل الاتصال الممكنة والمتاحة،
وبالتالي هذا هو التعريف تقريبا في المجمل، هذا هو التعريف الذي أجمعت عليه الأمم المتحدة والذي هو موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالتالي الآن محاولة إيجاد أساليب أخرى والالتفاف حوله والحديث عن حرية التفكير دون تعريف ما معنى حرية التفكير، ثم هي الآلية التي تم اعتمادها في هذا، ما معنى أن تكون لإنسان أنت حر كيف تفكر أو لا تفكر وبأي آلية، هذا يعني حقيقة للأسف الشديد أنه يرجع بنا كما ذكرت الفورم بوليسي انتكاسة الديمقراطية. مررنا منذ قليل عناوين كتب، ولكن احنا شرفنا زملائنا واصدقائنا يمدون في كل مره، زميلنا صديقنا عمر الشهباني والدكتور محمد التومي، ان شاء الله يوم غد نعرض كل الكتب التي تصلنا. كلمه اخيره سيد انور حتى نعرض مقطع من اوبرات غنائي حتى نختم. سيد انور، الكلمه الاخيره، وصلنا للمسار يعني اخر الطريق، يعني إخواننا في الخليج بعدما جربوا يعني حصار قطر في 2017، وكان القطريون دائما يقولوا بأن سلاحنا الحقيقي هو قناة الجزيرة، ويعني انتصرت الكلمة في الأخير. نعم نعم، انتصرت الكلمة، انتصرت الكلمة، والكلمة يعني ليس أي كلمة، يعني آخرون، يعني الأمريكان أول ما عملوا بعد دخولهم للعراق هو عملوا قناة لتوجيه الرأي العام، صح، لمحاولة التأثير، ولكن أين هي القناة الأمريكية، وأين هي القناة القنوات الفرنسية المختلفة، وأين هي القنوات التي الروسية التي تحاول أن توجه الرأي العام؟ فالكلمة الصادقة والتي تعبر عن واقع الناس هي التي تنتصر، نراه اليوم في الجزيرة، نراه اليوم كيف القطريين انتصروا، ليس فقط القطريين ولكن المنطق انتصر في هذا، ونحن نحيي طبعا إخواننا في الخليج ونحيي يعني وعلى فكرة قناة الجزيرة تزال مكتبها مغلق في تونس. نعم بدون سبب. نعم، هذا الذي كل تضامن زملائنا في الجزيرة في تونس كنت أرغب في الإشارة إليه، كيف في الوقت الذي يتصالح فيه الخليجيون مع وقعهم ويعني فيما بينهم، نرى نحن هذه الفرقة وهذا التنافس عكس التاريخ، عكس التاريخ وعكس المنطق وعكس الجغرافيا، هذا لا يمكن للأسف حقيقة الشديد. نعم. استعملنا كل الأوراق وحرقنا كل المراكب وبقي مركب واحد وهو العودة إلى العقل والعودة إلى المنطق، وهذا الذي سنمضي إليه جميعنا وليس لدي أي شك في ذلك. شكرا جزيلا السيد الأستاذ المحترم أنور الغربي مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان. حتى نختم مقطع من أوبرات غنائي بعنوان هز الشراع، تأليف وإخراج الكاتب والممثل المسرحي أحمد السويعي، تأليف أغاني الشاعر الغنائي صديقنا هشام الخلفاوي، تلحين الأستاذ الموسيقى عبد اللطيف النجار. تروي الأوبرات هذه قصة شاب من الجنوب تعرض للظلم وتهديد حياته وحريته، فهاجر وترك حسرة في قلب أمه وأخته وحبيبته. محاولة منا في كل مرة نحاول نمرر، ومشكورين أن الأخوة منتجي الأوبرات هذه أمدونا بمقاطع هجدية، يعني نحاول نمررها في كل مرة 3 دقائق 4 دقائق ما استطعنا، وبها نختم وألتقيكم إن شاء الله غدا بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس، في أمان الله. شيء